طبعا احنا ما زلنا بالموجود وين؟ موجودين بالهوم، يعني بهذا الهوم تاب اللي هو وين هذا؟ لاحظ ان هذه الهوم تاب، وعرفنا اغلب اللي موجود عندنا. اللي ما شرح لك يعني ذكرني انه قال لي هذا ما واضح عندي. مرة اخذنا النسخ. العفو دكتور منك، نعم. العفو دكتور منك، بس الصوت ناصي، ممكن شوية يعني صوتي. اوكي زينب، اوكي. اوكي هسه واضح الصوت، ما اعرف هذا هو المشكله، يم طالب واحد او الكل، ما اعرف يعني الانترنت ضعيف لا يعني. دكتور هسه الصوت عدل. تمام جي لا واضح الصوت. واضح زينب، هسه واضح الصوت يا زينب؟ نعم دكتور. اوكي. فطلاب لاحظ هنا وياي، راح احنا ما زلنا على الهوم تاب، وذكرنا طبعا هذه علامات النسخ واللصق والقص والى اخره، ما اعرف اذا اتذكر اذا تطرقنا انهم او لا، فراح اعيد لك اياهم. قلنا بالمحاضره اللي فاتت اول خطوه اذا تريد تسوي الفايل جديد، هذا فتحناه. طبعا الفايل لاحظ هنا موجود عندي، لاحظ هنا موجود عندي بالاسفل، جاي يشوف اكو شيء اسمه شيت 1. فعندي شيء اسمه شيت 1 اللي هو هذا، جاي شوفوا شباب، تضغط عليه رايت كليك يعني بالزر الايمن وتغيره، تسوي رينيم يعني تبدل اسمه، على سبيل المثال تسميه فرضا المرحله، يعني انت تعطي اسم المرحله الرابعه. اوكي هذا انت تسميه، شنو تريد تسميه سميه طبعا، وتضيف به البيانات مالتك، وقلنا تبدله من جهة اليمين إلى اليسار أو بالعكس، يعني على سبيل المثال إذا عندك جدول هنا تكتب الاسم، خليني أكبر عليك حتى تشوف واضح، الاسم، العمر على سبيل المثال، المرحلة وإلى آخره. طبعا هسه هذه موجود من جهة اليسار إلى اليمين، إذا تريد تبدله وين تروح؟ لاحظ احنا موجودين هنا على الهوم، تروح على البيج لاي اوت وتغيره من اليمين الى اليسار، لاحظ هنا شيت رايت تو ليفت، فهذه ضروري تعرفها. وذكرنا هنا انه فرضا نخلي الاسم يعني مجموعه اسماء، فرضا هذه تخلي مجموعه اسماء عندك هنا، و على سبيل المثال الاعمار وكذلك المراحل، يعني تمليها حسب البيانات اللي انت، حسب البيانات اللي عندك. ذكرنا ايضا بالهوم، لاحظ هنا وياي تقدر، لاحظ هنا هذه اي تغيير تريد تجريه على، سواء كان صف او عمود او خليه، لازم شنو تسوي؟ لازم تحدده، لازم تحدد هذا الصف أو العمود أو الخلية. لاحظ هنا وياي هسه هذا، قلنا لاحظ إذا أريد أغير هذا الصف، أريد أغير الخصائص مالته، حددت هذا الصف، شنو أريد أسوي؟ أغير حجم الخط، قلنا وين نروح هنا؟ أو فرضا أغير اللون الخط، أو فرضا الباك جراوند إلى آخره، نحدد هذه. هذه أخذناها بالمحاضرة السابقة. نقدر قلنا نحدد الجدول إذا أريد أنسخ لغير مكان، فرضا على سبيل المثال أحدد هذا الجدول ونروح الى شنو؟ الى نسخ، هذه كوبي، وين تريد تخليه؟ فرضا اريد اجيب هذا الجدول هنا، بس اضغط باي مكان فارغ واحد، وين اروح على هذه؟ لاحظ هنا هذه موجود عندي لصق، فصار عندي شنو؟ تو تيبلز، عندي جدولين يعني، هذا الاول والثاني. لاحظ هنا بعد عندي شنو؟ نقدر نغير المحاذاة، لاحظ هذه، لاحظ هذه هي المحاذاة، تريد محاذاة إلى جهة اليمين، إلى جهة اليسار وإلى آخره. تريد الكتابة تكون بخط على سبيل المثال يكون صاعد أو نازل من خلال هذه الثلاثة الفوق الموجودين عندك، يعني شلون؟ نغير حجم الخط، ذكرت الميل، تغير حجم الخط من هذه. لاحظ هنا بعد شنو عندي؟ شلون اتحكم ب، خليني نغير اللون حتى يكون عندك واضح، شلون اتحكم بارتفاع هذه الخليه او ارتفاع
أو فرضاً حجم هذا الخلل. لاحظ هنا وياي، إذا أريد أكبر أو أصغر هذا العمود، لاحظ بمجرد أنه شنو تخلي المؤشر بين الخليتين هنا فرضاً، بين شنو بين الصفين، وتسحبه إلى الجهة المعنية أو المطلوبة. فرضاً أريد أكبره، فتقدر تكبره بهذا الشكل أو تصغره، فتصغره بهذا الشكل. هذا إذا تريد تصغر العمود أو الصف بحيث شنو تيجي يعني ويا الكتابة. همين بالنسبة للصف، لاحظ هذه همين تقدر بالنسبة للصف شنو تقدر تصغره أو تكبره. لاحظ هنا وياي، بعد ما صغرت أو كبرت أنه بالنسبة للصف، لاحظ هسه تشوف تأثير هذه، تريد يكون بالمنتصف الكتابة، تريدها بالأسفل، أو تريدها بالأعلى. فهذا شنو نتحكم فيه؟ موقع البيانات، نريدها لجهة اليمين، توصيل إلى جهة اليسار، أسفل، توصيل، أعلى. فتقدر تتحكم بالمكان هذا البيانات اللي موجودة في جدول أكسل. أيضا مرة ثانية، طبعا قلت لك منها هذه، بس مجرد أنه شنو تخلي المؤشر، لاحظوا شكل المؤشر راح يصير على شكل علامة زائد، وتسحبه أما بالأعلى أو الأسفل. هذا أريدك يعني بالامتحان أنه شلون أغير، فرضا نغير حجم الصف أو العمود. بعد إذا مو بهذه الطريقة، تقدر وين تروح هنا؟ لاحظ هنا وياي، نظلل الصف هذه، يعني نظلل كل اللي موجود. وين نروح؟ نروح على فورمات، ونحدد اكو شيء اسمه عندنا الرو هايت، يعني ارتفاع الصف. ايش قد تريد ارتفاع الصف؟ يعني على سبيل المثال اريد ارتفاع الصف 14. لاحظ راح يصغر عندي ارتفاع الصف 14. فرضا اريد ارتفاع الصف خلينا نقول 29. لاحظ ارتفاع الصف شنو صار عندي؟ راح يكبر عندي الصف بهذا الشكل، يعني صار ارتفاع الصف اعلى. تشوف الفرق؟ هذا بالنسبة إلى رو هايت، إلى ارتفاع الصف. لا أريد أسوي ارتفاع الصف 10، لاحظ هذه صار كل شيء صغير، فلذلك حتى الكتابة راح جزء من عتها. فلازم أنت تحدد ارتفاع الصف، على سبيل المثال خلينا نقول نسوي ارتفاع الصف 16، فصار عندي ارتفاع الصف بهذا الشكل. إذا شو نسوي؟ عندنا شيء اسمه أوتو فيت رو هايت، يعني شنو؟ يكون فت ويا من؟ ويا الكتابه اللي موجوده، يعني فت ويا الكتابه اللي موجوده، يعني بدون ما تحدد هو يجي تماما نفس القياس ويا الكتابه. يعني على سبيل المثال لو كان عندي الارتفاع 29، لاحظ الارتفاع 29، هسه شنو نقول؟ اذا نقول اوتو فت رو هايت راح يصير عندك بنفس الارتفاع. إذا عندي طريقتين لتحديد الارتفاع الصف، الأولى أنه أنت تحدد الارتفاع، والثانية شنو هو؟ يكون بشكل أوتو. كذلك بالنسبة للعمود، لاحظ كولوم ويد، يعني هذا العمود شنو ايش قد تريد العرض مالته على سبيل المثال. أيضا موجود عندي كولوم ويد، شلون أحدد العمود؟ خلينا نقول أحدد العمود 30. لاحظ ايش صار العمود؟ صار العمود بهذا السعة. فشنو هسه نقدر لا نقول اوتو فيت. شنو صار اوتو فيت؟ يعني مباشرة يصغر، يصير بحجم شنو؟ بحجم الكتابة اللي موجودة. لاحظ هذه العبارة ما راح تظهر عندي بصورة تامة داخل هذا السيل، يعني ليش؟ لأن طول هذه العبارة اللي موجودة عندي طويل، فلذلك أنا شنو أحتاج؟ أحتاج في الطريقة بحيث تظهر عندي. لاحظ انا عندك نقطتين، هو اما تضغط برايت كليك على الخليه الموجوده وتروح على فورمات سيل، وتروح على الاينمنت، وتروح على في شيء اسمه راب تكست. يعني شنو؟ يعني التكست راح يصير واحد جوا الثاني، يعني سطر جوا سطر. فشنو صار عندك؟ لاحظ ظهر عندي صار شنو؟ سطر جوا سطر، صار عندي راب تكست. لاحظ هذه، او تضغط عليه مباشره من هذه. لاحظ هنا هذا الموجود عندك اسمه راب تكست بالهوم، اكو شيء اسمه عندي راب تكست. يعني شنو يسوي؟ يعني يخلي التكست يصير واحد سطر جوا سطر.
واضح هذه؟ فهذا ضروري تعرفه انه اذا عندك فد عبارات مو كامله او فرضا ما تجي الا ان نسويها شنو على شكل راب تكست. بعد اذا عندك هذه خليتين طبعا هسه هذا جدول، هسه هذا هو جدول، هذه جدول. اذا اريد ادمج هذه الثلاث خلايا، لاحظ هذول ثلاثه يعني هذه خليه وهذه خليه وهذه خليه، اريد ادمجهم بحيث يصيرون خليه واحده. وين اروح؟ اروح على الميرج اند سنتر. شنو راح يسوي لنا؟ راح يدمج لي الخلايا اللي انا محددهم. لاحظ انا شنو صار عندي؟ صار عندي الدمج لهذه الخلايا بينما الخلايا الباقيه تراكم. ليش؟ لان انا محدد شنو الخلايا اللي ادمجهم، او بالعكس اريد ادمج هذول الثلاثه الجوا فاحددهم واروح على ميرج اند سنتر فاقول له اوكي. اوكي فدمج لي هذه الخلايا اللي موجوده، لاحظ هنا دمج لي هذه الخلايا وتركنا هذول. فاذا قلت لك شلون تدمج خليتين شنو تسوي؟ تحدد الخليتين وتروح وين؟ من الهوم ميرج اند سنتر. شنو نسوي لنا؟ تدمج هذول الخليتين. اذا هسه شنو صار عندي؟ انه شلون ادمج هذه الخلايا. فضروري تعرف هذه النقطة أهمية. تريد تتراجع هذا السهم الموجود عندك فصار عندنا تراجع. خلي أمسح هذا. طبعا أي بعد شنو عندي؟ إذا صار إذا تريد تضيف إذا يعجبك تضيف يعني فرضا الاسم العمر المرحلة، أريد أضيف فت كولوم على سبيل المثال بين المرحلة والعمر، تضغط رايت كليك وين ونقول انسيرت كولوم. شنو راح يضيف لك هنا؟ كولوم جديد تقدر تضيف به شنو تريد. فلاحظ هنا وياي وين تريد تضيف الكولوم؟ تريد تضيفه بين البي والسي، فتضغط على السي تحدده وتضغط رايت كليك يعني بالزر الايمن بالماوس وتضغط على شنو؟ انسرت. شنو راح يضيف لك؟ راح يضيف لك عمود جديد اللي هو على سبيل المثال تقول عليها شنو هذا تريد تسميها ان شاء الله. فينضاف عندك وتمليئ الخلايا. او بالعكس شنو اريد؟ اريد احذف هذا، اريد احذف هذه الكولوم. ايضا نفس الحاله اذا تريد تحذفه تضغط عليه رايت كليك شنو هنا اسوي؟ ديليت. او قبل لا تريد تحذفه فرضا لعلنا راح احذفه لك ديليت راحت هذا فاذا تراجع فمن هذه راح يتراجع عندي. او لا اريد امسح المحتويات، ما تروح تمسحهم واحد واحد، تحدد نفس الكولوم وتضغط وش تقول هنا؟ كلير كونتنت. شنو راح يشيل لك؟ يشيل لك فقط المحتويات ما يحذف الصف. فاكو فرق بين ديليت وكلير كونتنت. ديليت راح شنو يحذف الصف باكمله، وكلير كونتنت راح شنو يسوي؟ راح فقط يشيل المحتويات اللي موجوده عندي بهذا الصف او العمود. كذلك هذه اهميه بالنسبه للعمود نفس القضيه. ايضا تريد ديليت راح يحذف هذا، او على سبيل المثال لا كلير كونتنت ايضا راح يحذف المحتويات، او لا اريد شنو انسرت شنو راح يسوي؟ راح يضيف لي صف جوا او قبل الصف اللي انا ضغط عليه. يعني هسه اريد اضيف صف بين الثالث والرابع اضغط على الرابع واضيف ونقول انسرت راح يضيف عندي هنا جدول او يضيف عندي صف فارغ واضيف فيه هذه المحتويات. صباح الخير استاذ. صباح الخيرات. نعم تفضل. اكو طلاب ما جاي تقدر تنضم لان العدد مقبط هنا بالمئة فما يقدرون يدخلون. طلاب انتم راح استمر طبعا المحاضره مسجله تقدرون تاخذونها الطلاب يعني اللي هسه دخلتوا يعني تاخذون بقيه الطلاب. فاذا هسه صار اللي صار عندي يعني لازم تعرف التالي. هو اولا من هذه الصفحه الرئيسيه لازم تعرف النسخ واللصق والقص، تعرف شلون تكبر الكتابه او تصغره من خلال هذه. كذلك اذا تريد تغير نوع الخط من هذه. هذه المحاذاه لازم بعد تعرف تفاصيلهم. ميرج اند سنتر شنو وظيفتها؟ اللي هي تدمج خليتين او ثلاثه او انت بالعدد اللي يناسبك. الراب تكست وظيفته شنو؟
انه اذا تكون عندك كتابه وما تكفي هنا فلازم شنو نسوي؟ نسوي راب تكست حتى يكون تكون الكتابه سطر جوا سطر. تريد تحدد ارتفاع الصف او العمود، تقدر تحدد ارتفاع الصف او العمود من خلال تضغط انه شنو تسحب الماوس او المؤشر بهذا الشكل. تريد تحدد ارتفاع الصف او العمود بهذا الشكل، او انها تروح من هذه وتحدد ارتفاع الصف او العمود، فهذه لازم تعرف التفاصيل. فهذه صارت عندي مجموع درجات طلاب، او عندي طلاب وعندهم هنا موجوده عندي درجات، فراح هذه راح اغير فرضا حجم الخط، وراح شنو يصير عندي؟ طبعا هذه راح اخلي يكون مربع موجود على شنو؟ على كل خليه، فراح يصير بهذا الشكل. فصار عندي هذه، هسه شنو نقول هنا؟ هذا عندي الاسم، وهنا صار عندي شنو؟ خلينا نقول هذه عندي صار الدرجه. هنا صار الاسم والدرجه، فايضا نكبر هذه الاسم والدرجه ونوسطهم ونغير اللون مالتهم فرضا هذا اللون. فصار عندي الاسم والدرجه، لاحظ هنا لما ما تتصفح، لما ما تتصفح هنا راح يكون عندك شنو؟ يختفي الاسم والدرجه. بعدين راح شنو نسوي؟ راح لازم هذا نثبته، طبعا راح نجي نثبته انه بحيث نخليه ما يختفي. قبل هذه طبعا اكو عندي هنا اكو شيء اسمه عندي فايند، يعني اذا تريد توجد اسم طالب على منو تبحث؟ تبحث على فرضا اسيا، لاحظ موجود اسم اسيا، اكو بعد اسم ثاني ما موجود عندي، فرضا تبحث على اسم ازل، هذه ازل اسمها موجود، فرضا تبحث على اسم خلينا نقول احمد، وين عندي اي احمد واحمد حسين أحمد صلاح وأحمد عماد، ألاحظ هنا شنو يعطيني؟ يعطيني كل اسم موجود. فطريقة البحر شنو تسوي؟ تروح على هذه وفايند. فايند شنو تسوي؟ تبحث على أي اسم، يعني إذا عندك فرضا 200 أو 3000 أو 4000 اسم، بمجرد أنه شنو؟ تروح على فايند وتبحث على الاسم المعني. طبعا هسه هذه كل أحمد راح يطلع عليها. طبعا شنو تقدر تقول؟ بدل ما تقول له فايند نيكست تقول له فايند اول، راح يطلع لك اي احمد موجود عندك هنا. راح اكو احمد صلاح، اكو احمد عماد، احمد فاضل، احمد فارس، احمد منعم، اي احمد، فاي احمد موجود راح يطلع لك اياه هنا. هذا من خلال شنو؟ من خلال فايند اول. او لا، بمجرد انه شنو؟ اذا بس فايند، مجرد يقول فايند راح شنو؟ هنا راح ينتقل. كل ما تضغط على نيكست شنو راح يسوي؟ ينتقل لكل احمد. ايضا اذا على سبيل المثال تقدر تقول احمد حسين، فشنو؟ راح يعطيني بس الاسم الاول. او اقول احمد صلاح، راح يعطيني للجزء الثاني او يروح للثاني. اذا هذه وظيفه هو شنو؟ وظيفه الفايند، يعني اذا قلت لك شلون اوجد اسم في ملف اكسل فرضا 2000 اسم 3000 اسم، طريقه البحث هو شنو؟ هو من هذه. إذا لا تريد تسوي استبدال، يعني أسوي استبدال لأحمد صلاح مكان فرضا الاسم خطأ أحمد علي أسميه. لاحظ أنا وياك، خلينا نقول هذا أحمد صلاح، وهذه خلينا نقول هنا أحمد صلاح. طبعا أنا راح تقول فايند، راح يلقى لك هنا اثنين أحمد صلاح. شنو راح أسوي؟ إذا أريد أبدل اسم أحمد صلاح بأحمد علي، فشنو أسوي؟ تقول له ريبليس أول. لاحظ أنا وياك، all done we made two replacements، يعني بدل اثنين، كل واحد احمد صلاح بدله بشنو؟ باحمد علي، بس بقى شنو؟ الاسم الرابع والثالث والرابع. فاذا تريد تبدل اي اسم او تبدل اي رقم او اي شيء تريد تبدله، تجري بهذه الطريقه عمليه الاستبدال، يعني من خلال ريبليس. شنو اللي انت تبحث عنه؟ انا ابحث عن احمد صلاح، ويا ما تريد تستبدله، اريد استبدله ويا احمد علي فبدل لي. هسه كذلك انه البقيه اي عمليه استبدال فتجريها بهذه الطريقه، هذا كلش مهم. انه شلون توجد وشلون تسوي ريبليسمنت، شلون تسوي اذا تريد تبحث عن اسم، شلون تسوي استبدال. اذا تبحث عن الكل فتروح هنا على فايند اول يبحث لك على الكل. طبعا هسه بعد ما عندي شيء اسمه احمد صلاح.
فهذه مهمة طلاب، يعني أنه شلون نسوي أضيفة. أريد أطلع الدرجات كل طالب اللي درجاته أقل من، خلينا نقول هنا عندي هم عندي 40، أريد أطلع درجات الطلاب اللي هي أقل من 40. تضغط هنا وين تروح على الكونديشنال فورماتينج، تروح على الهايلايت سيل رولز، أو اكتب فرضا less than اللي هي درجات الأقل من. يا درجات تريد الأقل، أريد الدرجات الأقل من 50. تريد يلون لك ياهم بيا لون، أنت اختار اللون كوستم فورمات يا لون تريد يلون لك ياهم. فرضا أريد يلون ياهم بهذا اللون، أريد يلون ياهم باللون الأحمر أو فرضا بهذا اللون. أنت بعد شنو اختار اللون اللي يعجبك وتضغط أوكي. تلاحظ شنو هو، أي طالب درجته أقل من 50 حدد لي. لاحظ هنا هذا الطالب، لاحظ هذا الطالب، لاحظ هذا الطالب 19، هذه وإلى آخره. فإذا عندك فرضا هذا الطالب همين، فإذا عندك على سبيل المثال فد 100 طالب، 200 طالب، 300 طالب، مو تروح تدور على أنه الطالب الماخذ أقل من 50، لازم تبحث بهذه الطريقة. أو فرضا لا بالعكس، أريد أطلع درجات الطلاب الأكبر من شنو؟ الأكبر من خلينا نقول من 80. كل طالب ماخذ أكبر من 80 وأريد يلون ليها بهذا اللون اللي هو اللايت رايت فنجل. أوكي. لاحظ هنا أي طالب ماخذ أكثر من 80 اللي هو هذا 95، هذا 90، هذا 90، 85، فراح يلون ليهم بهذه الألوان. فإذا هذا اللي عندي في محاضرة اليوم، يعني صار عندي من يلخص لي